أنا الدكتور عبد القادر ويس، اختصاصي الجراحة العامة والتنظيري في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية، حاصل على شهادة الطب العام من جامعة حلب في سوريا في عام 1998، ومن ثم شهادة التخصص في الجراحة العامة من دمشق في سوريا في العام 2003. سافرت بعدها إلى فرنسا بقصد التخصص في مجال الجراحة التنظيرية، حيث درست وعملت هناك، ومن ثم عدت إلى سوريا لفترة 4 سنوات. أنا حاليا متواجد في دبي منذ حوالي فترة 5 سنوات، ومارس مهنتي في مجال الجراحة العامة والجراحات المتقدمة على البطن، الجراحات التنظيرية المتعلقة بالبدانة وجراحة فتوق البطن وجراحة الجهاز الأنبوب الهضمي العلوي.